وده الحمام السباحه بتاع المجمع زي ما احنا شايفين كده، وهنا ملاهي للاطفال. وطبعا غير فينا الجيم والساونا وكل حاجة. وشايفين الجمال يا جماعة ما شاء الله، وكمان المسجد اهو. وتحت المجمع على طول اوريه لكم سوبر ماركتات واي حاجة انتوا تحتاجوها، مش محتاجين خالص تخرجوا برا المجمع، مطاعم كل حاجة جنبيكم. شايفين يا جماعة؟ والكافيتيريا وحمام السباحة. شوفوا يا جماعة ده المسجد اهو الجامع. وملاهي الاطفال، الناس مع اطفالها. للجمال كأني في روما، كأني في إيطاليا. لكن ما شاء الله المجمع ده في بهشة شهير، ومستو في المجمع ده كل ساعة أتوبيس خاص بالمجمع مجانا بيودوكوا المركز بهشة شهير عشان تتسوقوا. وفي الحقيقة انتوا مش محتاجين أساسا كل يوم تروحوا المركز، لأن انتوا عندكوا تحت المجمع ما تشتهي الأنفس. طبعا بالمثل الدنيوي اللي بتكلم عليه، هوريكم المطاعم والسوبر ماركتات. الله، كل حاجة موجودة. وجراج دلوقتي معانا الشقة يا جماعة. زي ما احنا شايفين ده الدولاب. ديت الصالة.
شايفين البحيرة اللي هناك ديت؟ ديت اللي هناك اللي هتعمل قناة اسطنبول يا جماعة. قناة اسطنبول قريبة ما شاء الله من موقع الشقة. وطبعا في مكيف، طبعا بالنسبة للمجمع ده في حمام سباحة وفي ساونا. الغرفة الثانية فيها الحمام بتاعها، طبعا فيها مكيف هنا وكمان. الغرفة الثانية زي ما احنا شايفين المنظر الخضار جنبيكو. دلوقتي يلا افرجكم على المجمع مع بعض واشرح لكم كل حاجة، من جراج وساونا وحمام ورياضة. يلا بينا نكمل. شايفين يا جماعة حراسة 24 ساعة، سوبر ماركت هنا، شوك ماركت جنبيها، سوبر ماركت تاني، مطعم، مطاعم. كوافير للرجال وللنساء. مصنع للسيارات، كل حاجة يعني، مطاعم، كافيهات. سوبر ماركتات. مغسلة، صيدليات، حلويات. مش انا قلت لكم المكان ده فيما تشتهي الانفس؟ انا اقصد مش على الجنة، لا انا قصدي جنة الدنيا يعني، في كل حاجة ما شاء الله. وطبعا بقى قدامكم ايه الاشجار الجميلة دي. شوف يا جماعة السوبر ماركت الكبير ده ما شاء الله.
تحت الشقة على طول. كل حاجة انتوا عايزينها من خبز، من لحمة، من حاجات البيت، الزيوت، الخضار، الدقيق، الكوبايات، الحاجات المستنظفات بتاعت البيت،